موضوعنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، لماذا يفكر الممسوس أو الملبوس بالجن بالانتحار سواء بالسحر أو بالعين والحسد؟ تابعونا حتى الأخير. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي في موضوعنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، لماذا يفكر الملبوس أو الممسوس أو المسحور بالانتحار؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. والناس الذين يفكرون بالانتحار الممسوسين بالعين والحسد أكثر من المسحورين، والمسحورين الذين عندهم أسحار الجنون والتمريض والقتل، والتمريض والقتل هم اللي يفكرون بالانتحار. لذلك إخواني أخواتي ركزوا على هذا الأمر، ركزوا على نقطتين. لماذا بالضبط الجن يؤثر على شخصية المريض ويفكر بالانتحار؟ لماذا؟ أولا، النقطة الأولى أن الإنسان هذا المريض الذي يفكر في الانتحار ليس فيه شيطان واحد. ركزوا معي إخواني، والله العظيم أقسم بالله العظيم ليس فيه شيطان واحد. لماذا؟ هذا الإنسان الخلوق المربي ابن عائلة المحترمة، هذا الولد الطيب، هذا المؤمن الصالح التقي الذي كنا نحبه ونأراه يقرأ القرآن ويصلي وكذا، لماذا يفكر في الانتحار بهذه السهولة؟ أولا ليس في شيطان واحد، لأن شيطان واحد ليس يستطيع أن يغلبه. ثانيا، قد تكون فيه الملوك والجنود وتؤثر على شخصيته كليا. ثالثا، قد تكون فيه العين والحسد منذ الصغر، ولما تجتمع العين والحسد مثل القنينة، سأعطى لكم قنينة الآن أمامي هنا، قنينة فيها لتر ونصف، العين تجتمع في عمر منذ الصغر، ولما يمتلئ بالعين والحسد تمتلئ القنينة يفيض الماء وهو الانتحار. يعني القنينة لما يفيض الماء من القنينة هو الانتحار، صافي تضيق عليه الحياة، خصوصا إذا هو عنده عين كثيرة ثم زاد عليه السحر، صافي. فإن نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينجي وأن يحفظ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من هذا الوباء، وهو وباء الانتحار ووسوسة الانتحار والموت، لأن الجن يسببها، والجن يزينها للإنسان. بعض الأخوات هي منقبة ومتدينة وتحفظ القرآن، اسمعوا جيدا، هي ممسوسة وفيها شياطين زهرية وشياطين بردة. قلت لكم ليس واحد، هي ليس شيطان فيها واحد، فيها كثير من واحد. ثانيا، في عين وحسد منذ الصغر. ثالثا، عندها أصحاب، هذه السيدة كلها عند الأشياء منقبة وتحفظ القرآن. مع ذلك بعض الأحيان، في أحد الأيام هي كانت في سطح بيتها، هي حكت لنا هذه الأشياء، ليس أنا من أحكم عن نفسي أو فلان حكى لي، هي قالت لي هكذا، قالت لنا بأن لما صعدت إلى السطح وتنشر ملابسها، تنشر ملابس الغسيل، قالت وأطلت في السقف، أطلت على الشارع، وقالت وجهها وسواس في داخلها، لماذا لا تطيرين الآن وتنزلين الأسفل بدل أن تنزلي في الدرج، لماذا لا تطيرين؟ ثم قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستيقظت. يعني كأن الجن يزين لها أن تطير، كيف أن تطير؟ هي منقبة وامرأة، كيف تطير عندها 70 كيلو أو 80 كيلو، كيف ستطير؟ يزين لها بأن تسقط، ربما تتخيل أنها سوف تطير إذا نزلت وسوف تسقط، ويقول لها عندها، سيقول لنا بأن عندما يأخذها الطبيب يقول كان عندها انفصام الشخصية، كان عندها اضطرابات نفسية، كانت تصرخ مع زوجها، كان عندها مشاكل مع زوجها، كان عندها كذا. ماذا كان عندها؟ كان عندها الجن والمارد والشيطان الرجيم، كان عندها السحر والعين والحسد، كان عندها. يعني لما يمتلئ الآن بالعين الإنسان، لما يمتلئ بالعين والحسد ويمتلئ بالشياطين أكثر من واحد، سيفكر في الانتحار وسيأتونه بالانتحار. قد يفكر في الانتحار في كل دقيقة، قد يفكر الانتحار في كل ساعة، قد ينتهي الانتحار ساعة في اليوم فقط، قد لا ينتهي الانتحار إلا مرتين في الأسبوع. على حسابي رأس مالي، رأس مالك الذكر والتوكل على الله والقرآن.
إذا كان رأس مالك الدين والتوكل على القرآن والذكر وأنت تمشي في الشارع سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أستغفر الله أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا. إذا كان رأس مالك الذكر والقرآن فقد يأتيك وسوسة الانتحار مرة في الأسبوع مرة في الأسبوع مرة في اليوم مرتين في اليوم فقط أو قد يأتيك مرة في 15 يوم أو مرة أحيانا. ولكن لما الإنسان يبتعد عن ذكر الله وموالاه والذكر والقرآن والصلاة قد يأتي في كل دقيقة وفي كل ثانية وقد يأتي وقد يفعله والله قد يفعله. لأنني كثير من الناس مصابون لا يصلون، قلت لهم صلي وأتي للرقية ونحن نرقيك ونساعدك ولا يصلي، وبعض أحيان أسمع أنه قالوا بأن فلان انتحر وفلان انتحرت لأنها لا تريد الصلاة ولا تريد أن تقرأ القرآن ولا الرقية، لما لا تريد أن تصلي يؤثر على الشيطان 100%. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.